تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت يرصد أسرار سيتيسكيب مصر، أكبر ملتقى عقاري في مصر، ويلتقي عميد التطوير العقاري المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤتمر سيتيسكيب مصر، حيث يكشف توصيات هامة لنجاح المشروعات بالسوق العقاري. فرص استثمارية عظيمة هيقدمها لحضراتكم أكتر من 70 مطور عقاري بأكبر حدث بتنظمه شركة إنفورما الدولية، مؤتمر ومعرض سيتيسكيب، والمقرر إقامته في مصر يوم 21 سبتمبر الجاري والمدة 4 أيام. ملتقى كبير بيقدم عروض ذهبية لأكبر المشروعات بالسوق العقاري، وبيناقش كمان تحديات وقضايا القطاع العقاري في مصر الفترة الأخيرة. وزي ما بيقولوا العقار الابن البار للاستثمار. وبالمناسبة سيتيسكيب مصر ملتقى كبير بيناقش سياسات مهمة للاستثمار بالقطاع العقاري، مقام على مساحة 20,000 متر مربع، وبيضم 4 قاعات كبرى وأماكن مخصصة لعرض مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وكمان المفاجأة بيقدم عروض خاصة للزائرين بمشروعات المطورين بتوصل لزيرو مقدم. وده اللي عرفناه واحنا بنحضر اعمال مؤتمر الاعلان عن ملتقى سيتيسكيب مصر. تعالوا دلوقتي نقابل المهندس فتح الله فوزي، عميد صناعه التطوير العقاري في مصر، نائب رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين ورئيس مجلس اداره مؤتمر سيتيسكيب مصر. هيتكلم معانا عن تفاصيل مهمه، من فضلكم ركزوا معاه. مؤتمر سيتيسكيب النهارده من المؤتمرات المهمه، بس حضرتك شايف ايه اهميه المؤتمرات دي في السوق العقاري المصري؟ أنا حقيقي بتشرف إن أنا برقص ماسك رئيس مجلس إدارة المؤتمر بقالي يمكن 6 سنين أو 7 سنين. كنت حريص جدا جدا إن أنا أجيب موضوعات وجلسات وضيوف، يعني أنا موجود في السوق وحاسس بمشاكل مطورين، وبيهمني جدا إن الموضوعات التي تناقش هي النبض اللي كل المطورين أو كل صناع اللي بيشتغلوا في صناعة التشييد، سواء مكاتب استشارية، سواء مواد بنى، سواء مقاولين، سواء مطورين، حاسين بيها وبيسألون نفسهم عشان يلاقوا الإجابة عند في المنصة بتاعة المطعم. فكون حريص جدا إن كل جلسة أو كل برزنتيشن تهم الأودينس الموجود، أول حاجة عشان نسبة الحضور تكون كويسة، وعلشان في النهاية نخرج بتوصيات. في النهاية بجمع التوصيات، بكون حريص جدا إن أنا أجمع توصيات كل الجلسات اللي اتعملت في خلال يومين، وبكون حريص إن لازم بعد نهاية المؤتمر أطلع أذاعها، وبكون حريص إن الكلام ده لازم يتبعت للإعلام، يتبعت لوزير الإسكان، يتبعت لرئيس الوزراء، يتبعت لكل الجهات المهتمة بالصناعة بتاعة التشييد بصفة عامة. دي بتبقى مهمة جدا لما المسؤول بتاخذ القرار يشوف في توصيات جاياله من مؤتمر مهم زي سيتيسكيب ممكن تلفت نظره نقطه نقطتين لازم ياخد فيها قرار. حضرتك بترقص مؤتمر سيتيسكيب 6 سنين، ايه اللي شايفه حضرتك بيفرق سيتيسكيب عن المؤتمرات الاخرى؟ شايف سيتيسكيب منظم اكتر، الحضور بيبقى فيه اكتر، التجهيز والترتيبات من الجهه شركه انفورما بيكون افضل. في نفس الوقت علشان يمكن هو مؤتمر عالمي بتعمل في دبي، بتعمل في قطر، بتعمل في السعودية، في الإمارات، في مصر، فواخد يمكن بيبقى مؤتمر دولي أكتر منه، واخد اهتمام أكتر. فده يمكن الميزة غير المؤتمرات اللي هي المحلية اللي بتعمل ممكن تعمل ممكن ما تعملش. يعني في كل الدورات اللي موجودة حريصين جدا بيعملوا مؤتمر سيتيسكيب، بيتعمل كل سنة في السعودية، بيتعمل كل سنة في الإمارات، بيتعمل كل سنة في قطر، بيتعمل كل سنة في مصر. فده شيء جيد، هو ده اللي بيكسب أهمية المؤتمر من تكراره في كل الدولة، وكل دولة لها ظروفها. يعني حضرت كتير جدا بحضر سيتيسكيب في دبي، منتظر بحضر سيتيسكيب في السعودية، بحضر سيتيسكيب في قطر. بس حقيقة مفيش مؤتمر في الحضور والديسكشن اللي بيتم في مصر،
تطوير عقاري في مصر صناعنا مع المدن الجديدة اللي بتتعمل النهاردة. النهاردة في كوميونتي كتيرة جدا بتنافس. النهاردة يمكن انت بتتكلم على في خلال الخمس سنين الأخيرة انت بتتكلم على العاصمة الإدارية، بتتكلم على العالمين، بتتكلم على المنصورة الجديدة، بتتكلم على صهيج الجديدة، بتتكلم على أسيوط الجديدة، بتتكلم على يعني مدن جديدة، مدن جيل الرابع بتنشأ في جميع أنحاء الجمهورية. سهولة الحصول على المادة الخام بتشجع الاستثمار وبتجذب استثمار. قبل كده كان من فاكر من 10-12 سنة وكنت علشان المطور يستحوذ على قطعة أرض من ناحية مجتمعات عمرية جديدة لازم يتعمل مزاد. المزاد كان بيتبت فيه بعد سنتين من الطرح. طب متخيل يعني إيه؟ إحنا يمكن عشان يعني مستثمر محلي وهي دي أكل عيشي فمضطر غصب عني أن أنا أتجاوب، ولكن لو الموضوع دوت لو مستثمر أجنبي سعودي ولا أجنبي من خارج مصر إيه اللي هيخليه يستنى سنتين عشان يستحوذ على الأرض؟ هيروح لأي بلد تانية في خمس دقايق يقدر يستحوذ على الأرض. النهاردة الميزة اللي حصلت في مصر من الكوميونتي الجديدة النهاردة إن بتقدر هيئة المجتمعات اتفاق مباشر في خلال شهر بالكتير تقدر على تتعاقد على تستحوذ على الأرض وتعمل عقد تخصيص مع هيئة المجتمعات العمرية الجديدة. الجديد ان بقى في زمان كان ممكن اي حد اجنبي كان ممكن يجي يشتري ارض من الهيئه ويستحوذ على الارض ويسقعها ويبيعها. النهارده مش ممكن، ودي حاجه جيده جدا ان في زمن للتنميه وزمن للتطوير هيئه المجتمعات وكل سنه اضافيه بتدفع ثمنها. دي من الحاجات اللي السوق النهارده بقى ماتيور شويه غير زمان. لو نقدر نقول الحكومة انتبهت طبعا كويس، وفي تقدم. هيئة المجتمعات العمرية الجديدة من الهيئات الأكثر جهة ولاية على الأراضي في العالم. في العالم مظبوط حجم، طبعا حجم دوت. لا وبقت كمان عندها خبرات ازاي تأهل المطور والمستثمر اللي جاي، من حبلة عملية، ورق دوكومنت، سابقة أعماله، سابقة خبراته، التعاقد مع المطور، مدة المساحة اللي هياخدها، مع مدة التطوير مع المساحة بخلاف جهات ولاية أخرى ما بتطبقش الكلام ده وبيحصل فيها مشاكل. خلي بال حضراتكم، معرض سيتي سكيب مصر هيشارك فيه مطورين كتير من دول العالم، وده الطبيعي والمعروف عن معرض بحجم سيتي سكيب قدر يحقق نجاحات كبيرة في دبي وشمال أفريقيا وكمان في قطر والسعودية والبحرين، وفعالياته وصلت كمان لكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. وده اللي عرفناه من السيد أليكس إدواردز رئيس قطاع المعارض بسيتي سكيب. ركزوا معاه. سيتي سكيب has been one of the most successful exhibitions not only in Egypt but worldwide. What do you think is the secret recipe of success? I think the secret recipe really comes down to those companies that have supported us and those visitors that come to our events. Cityscape Egypt is one of our most successful events in our portfolio. In fact, it's the biggest event, real estate event, not just in the Middle East, but also North Africa. And it's something we're extremely proud of. And it's continuing to grow. Obviously, we have the Cityscape exhibition next week, opening on the 21st of September. It's 10%. We've got 10% more exhibitors than we've ever had previously. It's the biggest event we've ever had in Egypt and in the Middle East. And 35% of those companies that are participating this year are new to the exhibition, which we're extremely excited about. Where else do you organize your exhibition? Currently, our exhibitions are organized mainly in the GCC region, as well as, of course, Cityscape Egypt. Currently we have in Dubai, in Cityscape Dubai, Cityscape Qatar, Cityscape Egypt. We've launched Cityscape Bahrain, which is happening this year also. And of course, we're always looking to new markets. Next year, we're going to be launching Cityscape in Saudi Arabia, which we're extremely excited about. And worldwide, have you been out of the MENA region? Yes, we've done successful events in Korea previously. We've also done an event in the UK. We're always looking to other markets which best suits our client base or where we see an opportunity to support the real estate sector in that particular country. Cityscape has a long history of success in Egypt. Can you elaborate more and give us more numbers about Cityscape Egypt? Of course. We're very proud of Cityscape Egypt. It's in fact the largest Cityscape event in our portfolio.
And it's just, it goes to show the success, not just of the show, but of the industry here itself. It's a massive growing market. You've been with Cityscape for a while now. What do you think the main changes in the market from your perspective? Yeah, I've been with the Cityscape family now for just coming up for 5 years. And I've been dedicated to the Egyptian market. I'm just amazed and blown away by the resilience of the sector. Any challenges that are thrown to it, it comes through it. And just to see the amount of new developers and the speed of launches here is incredible. You can drive around the ring roads or just down the motorway, and it's an advertisement hoardings of lots of outdoor advertising, of new developments, and some great developers out there with great history as well. So what do you offer differently this year? This year, we are offering, I think, the one opportunity for investors, buyers, to come down and see the most amount of opportunities for their investment, for their hard-earned money, under one roof. We've never had so many exhibitors. We've had never had so many offers, opportunities from developers, projects, launches at Cityscape Egypt. I know that you have participants from outside of Egypt. Correct. Yes. Yeah, we have companies coming from the UAE, developers from the UAE and brokers from the UAE. We have a master's developer coming from Qatar. We have participation from Saudi Arabia, Greece, obviously. Cyprus is always a favorite with some of the Egyptian markets. But I think it really goes down to what the Egyptian developers are showing this year. And that's what the people need to be excited about. We've got a lot within the new capital, North Coast, Laguna, Alamein. There's so much to talk about and so much to see. I think Cityscape Egypt is where it's at this year. You know, people want to put their money in trust. You know, you trust in real estate, trust in Cityscape. You will have an exhibition in Saudi Arabia. Will it consist only from developers from Saudi Arabia, or you can have developers from here? No, not at all. We welcome developers from all across the world to all our shows. I think Saudi Arabia can appeal to an awful lot of people, whether it's the Egyptian market, whether it's the UAE market, whether it's the real estate market in Turkey. Are there developers interested to join the exhibition of Saudi Arabia? Absolutely. We have a waiting list of companies that want to participate in Saudi Arabia. And it excites us that the Egyptian developers want to export their real estate to a new market. So, yes. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت يناقش أخطر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر أثناء لقائه بالمطورين المشاركين بمعرض سيتيسكيب مصر والعروض الذهبية التي يقدمها أكثر من 70 مطور بالمعرض.